النشرة الأخيرة، أهلا بكم مشاهدينا وإليكم أبرز العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يجري بألمانيا عملية جراحية على قدمه اليمنى كللت بالنجاح. ترسيخ الديمقراطية وأخلاقة الحياة السياسية وضمان اختيار حر بعيد عن كل تأثير مادي ضمن مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات المعروض للإثراء على الأحزاب السياسية. الوزير الأول عبد العزيز جراد يترأس اجتماع للحكومة خصص لدراسة ومناقشة مشاريع مراسيم وعروض تتعلق بقطاعات المالية، الطاقة، الثقافة والفنون والشباب والرياضة. باسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني الفريق السعيد شنقريحة ينصب اللواء نور الدين مقري مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي. تفاصيل النشرة، أهلا بكم. بداية إذن، أجرى أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بألمانيا عملية جراحية على قدمه اليمنى كللت بالنجاح. كان السيد الرئيس قد صرح يوم 10 جانفي الجاري قبيل مغادرته أرض الوطن متوجها إلى ألمانيا باحتمال إجراء عملية جراحية على قدمه نتيجة مضاعفات كورونا، وسيعود السيد الرئيس إلى الجزائر بحول الله خلال الأيام القادمة فور حصوله على موافقة الفريق الطبي. برلمانيا، عقد أمس مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتماعا برئاسة رئيس المجلس سليمان شنين، ويسجل المكتب ارتياحه لنجاح العملية الجراحية التي أجريت لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، داعيا الله أن يمده بالشفاء العاجل والعودة الميمونة إلى أرض الوطن. ونوه رئيس المجلس بإحالة مسودة مشروع القانون العضوي المحدد لنظام الانتخابات على الأحزاب، حيث اعتبر استجماع الآراء حول هذا النص مقاربة متميزة من شأنها أن تحقق مزيدا من التوافق بين مختلف الأطياف في الساحة السياسية. وبعد انطلاقه إلى الأشغال، أحال المكتب على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات قراري المجلس الدستوري باستخلاف نائبين، وكذا تصريح نائب جديد بخصوص حالات التنافي مع الوحدات البرلمانية. عقب ذلك درس المكتب طلبين لتنظيم دورتين تدريبيتين لفائدة أعضاء المجلس الشعبي الوطني، كما درس طلبات لتنظيم أيام برلمانية دراسية، وكذا بعثات استعلامية. وكان آخر ما تضمنه جدول الأعمال تحديد التدابير والإجراءات المتعلقة بإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لمطابقته مع الأحكام الدستور الجديدة. هذا وعبر الوزير الأول عبد العزيز جراد أمس عن سعادته لنجاح العملية الجراحية التي أجريت لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على قدمه اليمنى متمنيا له عودة ميمونة إلى أرض الوطن. وكتب جراد في صفحته الرسمية عبر تويتر قائلا: نحمد الله حمدا كثيرا كثيرا على نجاح العملية الجراحية التي أجريت للسيد رئيس الجمهورية على قدمه اليمنى، أتمنى له عودة ميمونة إلى أرض الوطن مع دوام العافية والصحة، سنعمل سويا من أجل ازدهار ونهضة وطننا الحبيب، تحيا الجزائر. بأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تم أول أمس الشروع في توزيع النسخة الأصلية لمسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات على الأحزاب السياسية بغرض إثرائها. المزيد مع دلال بوطبة. بعد ترقب لشكل ومحتوى أول مشروع قانون يؤسس لمرحلة جديدة في المسار الديمقراطي، مشروع قانون الانتخابات يوزع على الأحزاب السياسية للإثراء.
بتسعة أبواب وثلاثمائة وثلاثة عشر مادة ونمط اقتراع مغاير. يراهن هذا المشروع على أخلقة الحياة السياسية وضمان اختيار حر بعيد عن كل تأثير مادي وحياد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي يعين رئيسها المنتخب من قبل رئيس الجمهورية لعهدة واحدة مدتها ست سنوات غير قابلة للتجديد. فيما حدد أعضاء مجلس السلطة بعشرين عضوا يعينهم رئيس الجمهورية من بين الشخصيات المستقلة بينهم عضو واحد عن الجالية. مشروع القانون العضوي أفرد تفصيلات مهمة في الشق المتعلق بالحملة الانتخابية وتمويلها، أبرزها أن يمتنع كل مترشح عن خطاب الكراهية وكل شكل من أشكال التمييز، مع تحديد موارد التمويل والتي لخصها في مساهمات الأحزاب السياسية، المساهمات الشخصية للمترشح، الهبات النقدية أو العينية المقدمة من طرف المواطنين، ومساعدات الدولة المحتملة للمترشحين الشباب، مع اشتراط أن كل هبة يتجاوز مبلغها 1000 دينار يستوجب دفعها عن طريق الشيك أو التحويل أو الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية. نمط اقتراع جديد ومغاير حدده مشروع النظام الانتخابي بعد أن اقترح طريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج، كما تم اشتراط ثلث القائمة الانتخابية في المجالس الشعبية المحلية والمجلس الشعبي الوطني من ذوي المستوى الجامعي، ناهيك عن شروط أخرى للمترشح لمجلس الأمة بينها أن يكون قد أتم عهدة كاملة بصفة منتخب في مجلس شعبي بلدي أو ولائي. وفي حين أبقى المشروع على نسبة 4% التي تقصى بموجبها الأحزاب التي لم تحصل على ذات النسبة من الأصوات المعبر عنها في الانتخابات الأخيرة، حمل أحكاما متعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية، حيث تعلن نتائج الانتخابات الرئاسية والاستفتاء من قبل المحكمة الدستورية في مدة أقصها 10 أيام. نص المشروع يفصل أيضا في تشكيلات وصلاحيات اللجان الانتخابية البلدية والولائية وتلك التابعة للدوائر الدبلوماسية أو القنصلية، وهو النص المعروض للنقاش على الساحة السياسية. ترأس أمس الوزير الأول عبد العزيز جراد اجتماعا للحكومة عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، خصص لدراسة ومناقشة مشاريع مراسيم وعروض تتعلق بقطاعات المالية، الطاقة، الثقافة والفنون، والشباب والرياضة. تفاصيل هذا الاجتماع يستعرضها وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بالحيمر. في تدخله قدم وزير المالية مشروع مرسوم تنفيذي يحدد إجراءات التسيير الميزانيات والمحاسبة الملائمة لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة. بالنسبة للمؤسسات ذات الطابع الإداري، يحدد النص الإطار الاتفاقي للعلاقات بين مصالح والوزارة الوصية المسؤولة عن البرنامج والمؤسسة التي يسند إليها كل أو جزء من البرنامج، كما يحدد ذات النص التواريخ المتعلقة بالتبليغ الأولى للاعتمادات المالية وتلك المتعلقة بالمصادقة على الميزانية وكذا الموافقة عليها. بالنسبة للفئة الثانية للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي، فإن أحكام المرسوم تطبق عندما تتدخل هذه المؤسسات في إطار تفويض التسيير من أجل تنفيذ كل أو جزء من البرنامج. أما وزير الطاقة فقد استعرض صيغة جديدة لمشروع مرسومين تنفيذيين يحددان الأول منهجية حساب أسعار بيع أنواع الوقود وغازات البترول المميع في السوق الوطنية، الثاني منهجية أسعار البترول الخام والمكثفات عند دخولها المصفات وسعر بيع الغاز الطبيعي لمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز. من جهتها قدمت وزيرة الثقافة والفنون 3 مشاريع مراسيم تنفيذية نظمت إنشاء
ثلاث قطاعات محفوظة جديدة في مدينة جانات، وهي قصر أزلواز شمال المدينة، قصر أجاهيل غرب نفس المدينة، وقصر الميزان وسط جانات. كما قدمت وزيرة الثقافة والفنون اقتراح تعديل وتتميم مرسوم تنفيذي لسنة 2013 متضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لبجاية وتعيين حدودها بغية ضمان حماية أفضل لها. أخيرا قدم وزير الشباب والرياضة عرضا حول مدى تقدم تحضيرات الطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران في جوان 2022. شكل هذا العرض مناسبة لتقييم واقع وأفاق التحضيرات المتعلقة بهذا الاستحقاق الرياضي الهام. كما كان العرض فرصة مواتية لتثمين المكاسب المحققة وتدارك النقائص المسجلة، وكذا تعزيز التنسيق القطاعي المشترك لضمان طبعة متألقة للألعاب. فيما يخص المنشآت والتجهيزات قيد الإنجاز، التزمت المؤسسات المكلفة بالإنجاز بأجال مرضية. وفيما يتعلق بإعادة تأهيل المنشآت القديمة فقد بلغت الأشغال بها مستوى جد متقدم. في ختام الجلسة أكد الوزير الأول على ضرورة التركيز على جوانب ذات الأولوية، لا سيما من حيث الإسراع في معالجة ملف اعتماد الوكلاء بكل شفافية والتسريع في وتيرة معالجة الملفات المودعة لدى الهيئة التقنية التابعة لوزارة الصناعة، توزيع المحلات الشاغرة والتابعة للبلديات لفائدة الشباب حامل المشاريع وأصحاب المؤسسات المصغرة، فتح شباك موحد لتسهيل إجراءات تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، التخفيف من إجراءات منح الدفتر العقاري مع تحديد المدة الزمنية لتسليمه، تبسيط الشروط الإدارية والإجرائية في جميع القطاعات خاصة عن طريق محاربة البيروقراطية ورفع مختلف القيود المعرقلة. باسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، أشرف أمس الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على التنصيب الرسمي للواء نور الدين مقري مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي. باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 جانفي 2021، أنصب رسميا اللواء نور الدين مقري مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي خلفا للواء محمد بوزيد. وعليه فإني أمركم جميعا بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية، ووفاء لتضحية شهدائنا الأبرار، وتخليدا لقيام ثورتنا المجيدة. هذه هي المناسبة كانت سانحة للسيد الفريق، أسد خلالها لإدارة هذه المديرية جملة من التعليمات والتوجيهات بغية مواصلة بذل المزيد من الجهود في خدمة الجزائر وحماية لمصالحها العليا، حاثا إياهم على الالتفاف حول قائدهم الجديد ومساندته ودعمه في أداء مهامه من خلال التزامهم الكامل والوافي بالقيام بالمهام المنوطة بهم بكل الصرامة اللازمة والمثابرة الضرورية. عقب ذلك أشرف السيد الفريق على مراسم التصديق على محضر تسليم واستلام المهام. وفي إطار الزيارات الميدانية لوحدات قوام المعركة للقوات البرية، قام اللواء ثمنية عمار قائد القوات البرية بزيارة عمل وتفتيش للناحية العسكرية السادسة بتامن راست،
حيث استهل زيارته من القطاع العمليتي عين قزام، أين كان في استقباله اللواء محمد عجرود قائد الناحية وإطارة القطاع، حيث قام بتفقد وحدات قوام المعركة والوقوف الميداني على الجاهزية القتالية للوحدات المرابطة على الشريط الحدودي، لينتقل بعدها مرفوقا باللواء حسن سليمان نائب قائد الناحية العسكرية السادسة إلى القطاع العملياتي برج باجي مختار، حيث وقف على حالة وحدات القطاع العاملة على الشريط الحدودي ومدى جاهزيتها القتالية والعملياتية لتنفيذ المهام المكالة لها في حماية وتأمين الحدود الوطنية ومكافحة الإرهاب والتهريب بشتى أنواعه والجريمة المنظمة. ومع النشاط العسكري نبقى، حيث قام أمس اللواء سليم جريد بمديرية الصناعة العسكرية بزيارة عمل وتفتيش للوحدات التابعة لمديرية الصناعة العسكرية بإقليم الناحية العسكرية الخامسة. استهلت الزيارة بعقد جلسة عمل مع اللواء حنبلي نور الدين قائد الناحية العسكرية الخامسة بمقر الناحية، لينتقل بعدها اللواء مدير الصناعة العسكرية رفقة العميد المدير العام لمجمع ترقية الصناعة الميكانيكية بعين السمارة إلى وحدة الإنتاج بشلغوم العيد، ثم وحدة الإنتاج بالمعذر بولاية باتنا، حيث قام بتفقد ورشات الإنتاج وكذا معاينة تشكيلة من مختلف المنتوجات من وسائل الحماية وأغراض الأثاث والتخييم وغيرها. وعلى هامش هذه الزيارة عقد عدة لقاءات توجيهية أسدى من خلالها جملة من التعليمات والتوصيات لمضاعفة الجهود من أجل الرقي بمستوى الإنتاج من حيث الجودة لتلبية إنتاج احتياجات قواتنا المسلحة. وفي التعاون العسكري غادرت صبيحة أمس مفرزة السفن الحربية التابعة للبحرية الروسية ميناء الجزائر والمتكونة من الفرقاطة أدميرال كازا نوتوف 461 وقاطرة أعالي البحار نيكولاي تشيكر 131، ويهدف هذا التوقف إلى تعزيز التعاون الثنائي العسكري الجزائري الروسي خاصة في شقه المتعلق بالعلاقات العسكرية بين قواتنا البحرية ونظيراتها الروسية. في شأن آخر، وخلال زيارته لمدرستين قرآنيتين لتحفيظ القرآن الكريم بولاية الوادي، أشرف أمس مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية عيسى بالأخضر أشرف على تخرج دفعتين من حفظة القرآن الكريم، والمزيد مع عبد الوهاب دحماني. المدرسة القرآنية البيان واحدة من المدارس العريقة بولاية الوادي في تحفيظ القرآن الكريم وتعاليم الدين الإسلامي، حيث تستقبل مئات الطلبة من مختلف الفئات سنويا. مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية عيسى بالأخضر وهو يزور هذا الصرح الديني أكد على مرافقة ودعم هذه المدارس القرآنية. الرهان على الجمعيات التي تعنى بالتعليم القرآني رهان لا ينطلق من فراغ، لأن أهل القرآن يخاطبون القلوب ويخاطبون العقول في آن واحد، وإذا تحرك القلب رأينا المعجزات كما في ثورة التحرير التي ما كان شعارها إلا كلمة الله أكبر والشعار البيني خاوة خاوة. فنشكر للقائمين على هذه الجمعية ونشد على أيديكم، والمؤسسات تخدمكم وترعاكم وتدعمكم، وهذه الطريقة المتنوعة
هي التي نراهن عليها، لأنها تجمع بين التحفيظ والتعليم والتكوين والإقراء حتى تكون مائدة القرآن منوعة وليست محصورة في جانب واحد. مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية أشرف أيضا بالمدرسة القرآنية الحاج البكري بالبياضة على حفل تخرج دفعة من حفظة القرآن الكريم. نشكر القائمين من الأساتذة والمربين على ما يبذلونه من جهد، فرحنا ونحن نرى هذه الكوكبة من بناتنا وهن قد ختمن القرآن الكريم، يعني عددهن 20. وجميل أيضا أن تكون مدارسنا تراعى فيها الجمالية والتناسق، لأن الله جميل ويحب الجمال. وتحصي ولاية الوادي العشرات من المدارس القرآنية المنتشرة عبر إقليم الولاية، والتي تعتمد المناهج الحديثة في تحفيظ القرآن الكريم ومختلف العلوم التربوية الأخرى. ومن جهته عين أمس إبراهيم مراد المكلف بمهمة لدى رئيس الجمهورية مكلف بمناطق الظل، عاين عددا من المشاريع ببعض المناطق المعزولة بولاية برج باريريج، والمتابعة للسعيد بلونيس. بعد أن تلقى عرضا حول وضعية نقاط الظل وإعطاء إشارة انطلاق القافلة التضامنية والصحية، عاين السيد إبراهيم مراد مكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية المكلف بنقاط الظل عدة مشاريع بولاية برج بوعريريج، حيث كان في كل نقطة يفتح نقاشا واسعا مع المواطنين. بالنسبة للمناطق الظل في بلدية حراجة الحمد لله استفدنا، يبقى النقص، أكيد النقص يبقى، ولكن الحمد لله خير من الأيامات اللي فاتوا. الحمد لله درك التنمية راهي موجودة، وهو قدامنا هنا ملعب جواري، وعندنا طرق الداخلية بالقرية هذه مثلا، وعندنا الغاز الطبيعي اللي راه اليوم إن شاء الله الانطلاق إن شاء الله تكون مباركة. نطلب ربما تخصونا كمساعدة هامشية تزيدونا شوية في الميناشم. الكل يعلم أن السيد رئيس الجمهورية بعد أدائه اليمين الدستورية أخذ على عاتقه أن يخرج احتراما لالتزامه من التزام من التزاماته 54 أن يخرج المواطن من الغبن الذي يعيش فيه، وخاصة هذا الذي يقطن بمناطق نائية مثل هذه. إذن فأقر هذه السياسة ترقية مناطق الظل وترقية المواطن الذي يعيش بهذه المناطق. الزيارة كانت فرصة لإطلاق عدة مشاريع وفي عدة قطاعات، سيما منها الطاقوية، وامتدت إلى ساعة متأخرة من الليل في أول أيامها. بعد 8 أيام من البحث عن الصياد الغريق بالمكان المسمى الميناء الروماني شاطئ سكيكدا، تمكنت الفرق المختصة للحماية المدنية من انتشال جثة الغريق على الساعة 1:30 زوالا عن عمق 40 مترا وعلى مسافة 400 متر عن مكان سقوطه. الفقيد إبراهيم فاخت البالغ من العمر 39 عاما، أب لثلاثة أطفال، يقطن ببلدية تملوس بولاية سكيكدا. إن لله وإنا إليه راجعون. في سياق الجهود الهادفة إلى تعزيز الأمن والسكينة في مختلف أنحاء الوطن، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19 من الشهر الحالي، نفذت العديد من العمليات التي تؤكد نتائجها على الاحترافية العالية والاستعداد الدائم لقواتنا المسلحة لحماية بلادنا من كل أشكال التهديدات الأمنية والأفات ذات الصلة. المتابعة لزكريا مهوبي. في إطار مكافحة الإرهاب، دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي 3 مخابئ للإرهابيين تحتوي على 5 قذائف هاون وقنبلة يدوية ومعدات تفجير خلال عملية بحث وتمشيط بباتنا، في حين تم توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بخنشلة. و في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى القضاء على آفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن 34 تاجر مخدرات، وحجزت خلال عمليات متفرقة كميات كبيرة من الكيف المعالج قدرت ب18 قنطارا و53 كيلوغراما .245. حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب.
في هذا الصدد أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات منفصلة بنعامة 5 تجار مخدرات وضبطت 10 قناطير و54 كيلوغراما .5 من الكيف المعالج، فيما حجزت مفرزة أخرى بالتنسيق مع مصالح الجمارك بالبيض 4 قناطير و9 كيلوغرامات .550 من نفس المادة. وفي ذات السياق أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحراس الحدود 29 تاجر مخدرات وضبطت 389 كيلوغراما .195 من الكيف المعالج و25,232 قرصا مهلوسا في عمليات متفرقة بكل من بشار ومستغانم وتلمسان وعين تيموشنت وقسطنطينة وسكيكدا وبرج بوعريريش وعنابة وأم البواقي وإناميناس. من جهة أخرى أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمن راست وعين قزام وبرج باجي مختار 178 شخصا وحاجزت 22 مركبة و150 مولدا كهربائيا و153 مطرقة ضغط و61.854 طنا من خليط خام الذهب والحجارة ومعدات تفجير، وكذلك تجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى 10.640 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، بينما تم توقيف 5 أشخاص آخرين وحجز 5 بناطق صيد و10.151 أطنان من مادة التبغ و12,540 وحدة من مختلف المشروبات و116,944 وحدة من الألعاب النارية خلال عمليات منفصلة نفذت بكل من الوادي، أم البواقي، خنشلة، بجاية، بسكرة، إليزي. كما تم إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر ب13,351 لترا لكل من تبسة، سوقهراس، الطارف، وتندوف. وفي سياق آخر تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية ل141 شخصا منهم 9 مغاربة كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وعين تيموشنت وتلمسان ومستغانم، فيما تم توقيف 31 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة بكل من إليزي وخنشلة وأدرار وغليزان وتلمسان. صحيا، وفي تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، عرض أمس الدكتور جمال فرار الحصيلة المسجلة خلال 24 ساعة الماضية بالمؤشرات والأرقام. مع تسجيل 265 حالة يصبح المعدل خلال 24 ساعة الأخيرة أقل من حالة لكل 100,000 نسمة، علما أن 18 ولاية لم تسجل أي حالة خلال 24 ساعة الماضية، 25 ولاية سجلت ما بين حالة لتسع حالات، وخمس ولايات سجلت 10 حالات فما فوق. فيما يخص الوفيات التي سجلناها خلال 24 ساعة الأخيرة عددها 6 وفيات جديدة رحمهم الله. أما فيما يخص الحالات التي خضعت للاستشفاء خلال 24 ساعة الماضية عددهم 325 مريض. فيما يخص الحالات التي تمثلت في الشفاء طبقا للمعايير المعتمدة إلى حد اليوم، العدد تاعهم 71,127 منهم 194 تمثلوا الشفاء خلال 24 ساعة الماضية. فيما يخص الاستشفاء عندنا حاليا على مستوى المستشفيات عبر الوطن 32 مريض في العناية المركزة. في ملف الصحراء الغربية، واصل الجيش الصحراوي هجماته ضد معاقل جيش الاحتلال المغربي لليوم 69 على التوالي حسب بيان صادر أمس عن وزارة الدفاع الصحراوية. وأفاد البيان العسكري رقم 69 وفقا لوكالة الأنباء الصحراوية أمس أن قصفا عنيفا نفذه الجيش الصحراوي مستهدفا قواعد الجيش الملكي المغربي في عدة مواقع على غرار منطقة رس الشاضيمية قطاع المحبس، ومنطقة عظيم أم أجلود قطاع أسرد، وكذا منطقة قلب أضليم قطاع تشلا. في المشهد الأمريكي، أدى أمس جو بايدن اليمين الدستورية ليصبح رسميا الرئيس 46 للولايات المتحدة الأمريكية تحت شعار إعادة الوحدة. المزيد مع خالد ذهبي.
حرارة جو واشنطن في يوم تنصيب بايدن ما دون 10، لكن درجات التأهب بلغت أقصاها، فالاستثناء عنوان هذا اليوم المشهود. من وضع وبائي تئن تحته البلاد وانقسام كاد أن يحدث ما لا يحمد عقباه، في موقعة الكونغرس قبل أيام تأهبت له القوة الكبرى بشكل غير مسبوق. يدا بيد سنساهم في نهضة الولايات المتحدة الأمريكية، سنعمل على نشر الديمقراطية، سندعم الاقتصاد وننشر السلام في العالم، سنكون حقا الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا بعد أداء اليمين أكد في خطابه أن البلد يعتمد على الشعب بأكمله، وأن هناك أمورا كثيرة يجب بناؤها، مشددا على أنه سيعمل لتوحيد الأمريكيين، لافتا إلى ضرورة مجابهة تصاعد التطرف السياسي والإرهاب المحلي ومحاربة الفكر المتطرف الداعي إلى تفوق العرق الأبيض، ملمحا إلى تغيير كبير في السياسة الخارجية، حيث أشار إلى نقطة إعادة تحالفات بلاده. هكذا غادر ترامب بخاتمة هي الأسوأ لأي رئيس أمريكي، عهد مختلف يفتح له البيت الأبيض بابه بلون الديمقراطية التي انتصرت قضيتها حسب الوافد الجديد لمبنى الرئاسة. رياضة الآن، وفي بطولة العالم 2021 لكرة اليد بمصر، قدم المنتخب الوطني مباراة قوية أمام نظيره الفرنسي بطل العالم 6 مرات، كاد يصنع المفاجأة لولا التسرع في بعض الأحيان، حيث انهزم بنتيجة 26-29، وهذا لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثالثة. وفي الرياضة العسكرية، احتضنت المدرسة العليا لسلاح المدرعات الشهيد قدري محمد ببتنا، احتضنت فعاليات البطولة الوطنية العسكرية ما بين المدارس لمسير المغاوير، والمزيد مع ياسين بوخنف. البطولة الوطنية العسكرية ما بين المدارس لمسير المغاوير عرفت مشاركة مختلف المدارس العسكرية العليا والتطبيقية، وسيطر على مجرياتها عناصر المدرسة العليا للقواتية الخاصة، حيث دخل في المركز الأول والثاني ناعي جمال وبالعربي العيد، وكلاهما من نفس المدرسة، وحل ثالثا عبد القادر حمودي من المدرسة العليا للمشهد. كانت المنافسة قوية جدا بين العدائين، وتحصلنا على المرتبة الأولى بفضل المجهودات المبذولة طوال السنة والنظام المسطر من طرف القيادة. حفل الاختتام أشرف عليه العميد قسيس بالقاسم قائد المدرسة العليا لسلاح المدرعات الشهيد محمد قدري. أيها الرياضيون، الآن وقد انتهت وقائع هذه البطولة التي تشرفت المدرسة العليا لسلاح المدرعات بتنظيمها، فباسمكم جميعا أقدم جزيل الشكر لكل من ساهم من قريب أو بعيد في تنظيم وتحضير هذه التظاهرة الرياضية العسكرية، كما أحييكم على المجهودات التي بذلتموها. في الأخير وزعت الميداليات على الفائزين بهذه البطولة، حيث فاز فريق المدرسة العليا للقوات الخاصة بكأس البطولة حسب الفرق، متفوقا على فريق المدرسة العليا للمشاة الذي تحصل على المركز الثاني، وعاد المركز الثالث لمدرسة التقنيات المعتمدية للناحية العسكرية الأولى. ختام النشرة مشاهدينا، شكرا لكم على كرم المتابعة، ليلتكم هادئة، السلام عليكم.